السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدول ضرب 3 و7 بطريقة سهلة وممتعة. إذا بالنسبة لجدول ضرب 3، أول شيء نكتب الأعداد 1 2 3 هكذا من الأسفل إلى الأعلى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا لحد الساعة كل شيء على ما يرام. إذا 3 هي 0 3، وكأن هناك 0 0 3 0 6 0 9. إذا 0 0 0. إذا نكتب هنا 1 1 1. إذا وبعد الواحد نكتب هنا 2 2 2. إذا جدول الضرب 3 هو 3 6 9 12 15 18 21 24 27. الآن نمر إلى جدول الضرب 7 بنفس الطريقة مع بعض الاختلاف البسيط. إذا جدول الضرب 7 العكس، سنبدأ من الأعلى عكس جدول الضرب 3. إذا نبدأ من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هكذا. ثم نبدأ 0، لا داعي لكتابته، أكتب 1 2. أنهيت بـ2، أعيد كتابتها مرة أخرى. إذن العدد الذي انتهيت به أبدأ الكتابة به. إذن 2 2 3 4، أنهيت بـ4 أعيد الكتابة بها، 4 5 6. إذن جدول الضرب 7 كما ترون 7 14 21 28 35 42 49 53 63. يعني 7 في 1 7 في 2 7 في 3 7 في 4 جداء 7 في 5 جداء 7 في 6 إلى آخره. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.